هل يجوز التوظف في شركة للأفلام المتحركة وأكتب الحوار فيها وفيها يقول بعض الموسيقى؟ إيش؟ يقول هل يجوز التوظف في شركة للأفلام المتحركة؟ توظف الوظيفة. توظف إيه؟ هل يجوز التوظف في شركة للأفلام المتحركة وأكتب الحوار فيها؟ يقول علما أن فيها بعض الموسيقى. ابتعد عنها، ما هي بس الموسيقى، يبي يصير فيها أشياء غير الموسيقى، ابتعد عنها. نعم.